ومن العجيب أن مدينة لاس فيغاس الأمريكية، وهي مدينة الرذيلة والانحلال والقمار، تقع على خط عرض مدينتي سودوم وعمورة في فلسطين، وهما أيضاً مدينة الرذيلة والانحلال، وقد تحطمت المدينتان. والكتب القديمة والمقدسة والأساطير تقول لنا إن كائنات من السماء هبطت على هاتين المدينتين وأبادت كل شيء. إن لاس فيغاس أيضاً على حافة المناطق التي انفجر فيها وينفجر الآن ما لا يحصى من القنابل النووية. الكتب المقدسة تقول إن هذا الذي أصاب الأرض ومن عليها كان عقاباً للجميع، والكتب الفلكية تقول إن أكثر من هجرة من كوكب آخر إلى هذا الكوكب قد تمت بصورة عنيفة، ولابد أن يكون آدم عليه السلام قد أنزله الله من كوكب آخر، وكان بذلك بداية الهجرات إلى الأرض. أقرب هذه الكواكب إلى حساب العلماء هو كوكب الزهرة، ولابد أن هذه الهجرة قد تمت في سفن فضاء، ويبدو أن يكون أبناء الزهرة عمالقة، وأنهم تزاوجوا مع أهل الأرض، رجال من عندهم ونساء من عندنا. أما أين نزل هؤلاء المهاجرون، فالدراسات الفلكية تقطع بأنهم نزلوا في أرمينيا وفي بيرو بأمريكا الجنوبية وفي التبت وفي مصر وفي قارة أطلانتس. والآثار الباقية تؤكد أن هؤلاء العمالقة كانت أطوالهم تتراوح بين مترين ونصف متر وأكثر قليلاً، ولابد أن التوراة قد قصدت ذلك. ففي سفر التكوين إصحاح 6 العدد 4 تقرأ: كان في الأرض طغاة في تلك الأيام، وبعد ذلك أيضاً إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم، هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر لهم اسم. أو بعبارة أخرى، إن الإنسان قد طغى وبغى، وإن عدداً من أبناء السماء قد هجموا على النساء وتزوجوهن وأنجبن لهم أطفالاً، وهؤلاء جبابرة مشهورون، أي أن التزاوج قد وقع وكانت ذرية. ولابد أن الذرية كانت غريبة الأشكال والأحجام، وهذا يفسر لنا ما تحدثت عنه الأساطير القديمة عن أناس عمالقة لهم أجسام الخيول، وهذا يفسر لنا أيضاً هذه الحيوانات العجيبة التي نجدها في معبد الكرنك، ثم هذه المعارك اللامعقولة التي سجلتها المعابد الفرعونية. وأقدم نموذجاً لهذه المخلوقات العجيبة أبو الهول في الجيزة. وظلت هذه حال الحيوانات العجيبة المقدسة والمفزعة لأنها مقدسة، ومقدسة لأنها حقيقة رهيبة، إلى أن جاء أخناتون وزوجته السورية نيفرتيتي، فدعا إلى الإيمان بقوة واحدة مجردة ليس لها جسم إنساني أو حيواني،